السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. معايا النهارده قصه خطيره جدا، بس قبل ما ابتدي ان انا احكيها يعني جزاكم الله عني كل خير لدعمكم المتواصل، انا قناتي لسه مبتدئه. قصتنا بتتكلم النهارده عن المطرب الامريكي ترافيس سكوت. عمل حفله من كام يوم في امريكا في مدينه هوستن الامريكيه، ومعروف عن المطرب ده انه مطرب حماسي، ومعروف عن جمهوره انه جمهور فوضوي جدا. لكن اللي حصل في الحفلة دي تحديدا كان استثنائي، لدرجة ان كان في كمية وفيات قبل الحفلة وبعد الحفلة. وقبل الحفلة كان بسبب ان التذاكر خلصت، وكمان الشرطة حضرت لتفريق الناس لدرجة ان هما كانوا راكبين الخيول. ورغم ان الحفلة 59,000 شخص بس، لكن سمحوا ل60,000 شخص ان هما يحضروا، والحماس زاد. لكن كان في صراخ غريب وغير طبيعي وسط الحفلة، كان في ناس بتصرخ وتقول وقفوا الحفلة، وللأسف ما كانش حد بيرد عليهم ولا بيسأل فيهم. وكان في ناس كتيرة جدا بيفقدوا الوعي، ومنهم حالات تشنج خطيرة. والغريب ان في وسط الصراخ ده كله مجموعة من البنات والشباب راحوا طلعوا على المسرح وكانوا بيكلموا المطرب عشان يوقف الحفلة دي، لكن كان بيغني بمنتهى الهدوء وكأنه مش شايفهم خالص. والأغرب من كده إن عربية الإسعاف وصلت وسط الزحمة دي بصعوبة جدا، لكن كان في ناس بتتعمد إنها ما توصلش للمصابين أبدا. والمطرب ساعتها كأنه اتحول لإنسان غير طبيعي، وكان بيغني هو شايف قدامه عشرات القتلى وعشرات الناس اللي بتصرخ وبتستنجد بيه. وأصبح الهتاف موحد من الجماهير كلهم إن هو يوقف الحفلة، هو لسه زي ما هو مصر إنه يغني. والشرطة قالت بعد كده إن القتلى عددهم 11 شخص، لكن هم أكتر من كده بكتير. والكاميرا ساعتها كانت مركزة على طفل عمره 9 سنين وهو طالع من المكان ما بين الحياة والموت، والمطرب بيغني وبيضحك بطريقة هستيرية. وتعالوا نفكر مع بعض، ليه المطرب ده ساب الناس تموت بالطريقة الغريبة دي؟ ترافيس سكوت عمل على بوابة دخول حفلته مجسم في منتهى الخطورة. المجسم اللي على شمالكم باللون الأورنج وعلى هيئة شكل المطرب نفسه، والناس بتدخل الحفلة من خلال فمه وهي بوابة الجحيم. وعلى يمين الشاشة برضو نفس شكل المطرب، والناس بتطلع في صورة تانية بس موتى، وكمان الوجه عبارة عن هيكل عظمي. وكمان البوابة الأولى عليها مكتات ورسومات كتيرة جدا للأطفال، فإيه سر الموضوع ده؟ وتعالوا نرجع لورا لسنين طويلة جدا، كانت نفس الصورة دي لإله الشر واسمه مولخ، هو ده إله الحضارة القديمة الفينيقية. كانوا بيقدموا للإله ده للأسف أطفال عبارة عن قرابين، وصور الأطفال والمكتات اللي موجودة حوالين الحفلة مستحيل تكون عبثية أبدا، واضح إنها حفلات شيطانية ماسونية. واخترت رفس المسرح أن يكون على هيئة شعلة من النار، وداخل الشعلة دي مكتوب جملة في منتهى الغرابة، مكتوب see you on the other side، الحفلة دي معناها أشوفكم بالجهة الأخرى. ولو تلاحظوا كمان إن هو كان لابس بلوفر ومرسوم عليه أشخاص لونهم أزرق وفي رؤوسهم قرون. ولما تشوفوا بوابة الخروج تلاحظوا إن كل اللي طالعين في حالة إعياء شديدة جدا، وبعضهم للأسف موتى، ومعظم الموتى دول كانوا فعلا من الأطفال للأسف. والناس ابتدت تتأكد إن ترافيس عمل الحفلة دي إرضاء للشيطان عياذا بالله، وكمان في جنرال أمريكي قال نفس الكلام. والغريب في الأمر إن الماسونية كانت منظمة خفية، فهل أصبحت النهاردة بتعلن عن نفسها بشكل علني؟ واحد من الماسونيين طلع يقول إن ده جزء من طقوسهم، إن مرة يكون خفي ومرة يكون علني. وبحسب شهادة الحضور إن كان في ناس مندسين في الحفلة وكانوا بيرشوا سبراي قاتل. وشرطة هوستن قال إن أحد أفراد الشرطة تعرض لحقن من شخص مجهول وفقد وعيه، وقالوا إن هم تعمدوا إن هم يقدموا الذبذبات الصوتية بطريقة مفزعة جدا اسمها تردد 44، بينتج عنها الأفعال الشيطانية اللي حصلت لأنها بتأثر على العقل جدا.
وأكيد كمية الشغب والهمجية اللي حصلت في الحفلة دي كانت مرفوضة. ترفس النهاردة متورط في القضية الغريبة دي إن الناس ماتت منهم أطفال كتير، لكن أكيد هيشتهر أكتر وهيلمع نجمه أكتر وأكتر لأنه صناعة ماسونية. وبكده تكون قصتنا انتهت النهاردة. أوعدكم بإذن الله بقصة جديدة، بس لو شجعتوني جزاكم الله عني كل خير ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، لان قناتي لسه مبتدئة في القصص والحواديت. بفكر نفسي وبفكركم ان اعظم شيء بيندم عليه العبد يوم القيامة لحظة لم يذكر الله فيها حبيبي يا الله. دي اجمل كلمة، دي بوابة الخير كله، ودي كلمة السر اللي بيني وبينكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا الله حبك في قلبي عيد، كلما ظننت انه يقل يزيد. ومررت امس شوارع بها ورود حمراء وقلوب ويحتفلون بالحب عيد، ولا زلت ابحث عن هديتي اهديها اليك حبيبي يا الله. يا ذا العرش العجيب، لم اجد الا قلبي، لم اجد الا قلبي مفاد بحبك تفيض، وكلمات حب تملا السماء، وكلمات حب تملا والأسماع تغنيت بها وظنوا أنها لعبة من العبيد، وكلمات حب تغنيت بها وظنوا أنها لعبد من العبيد. وحين أهديتها إياك سيدي لم أعش في حبك عيدا واحدا، بل عشت في حبك ألف ألف عيدا ويزيد. حبيبي يا الله، حبيبي يا الله، حبيبي يا